نظم أبناء ماربا وقف احتجاجي للتنديد بما وصفوه بالانفلات الأمني واقتحام البيوت في صنعاء. وأكد أبناء مارب في الوقفة الاحتجاجية على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة جنبا إلى جنب مع الجيش والأمن، وطالبوا من جميع فئات الشعب اليمني الحفاظ على ممتلكات الوطن والمواطن. وعبر المحتجون عن استيائهم لما تمر به العاصمة صنعاء والصمت الرئاسي والحكومي على تلك الأعمال التي قالوا أنها تسبب شرخا في العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن.